بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة اليوم عن أمور ورد النهي عنها وعن فعلها. الكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامات النفاق 4: من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النميمة: لا يدخل الجنة نمام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنميمة هي نقل الحديث بين الناس لغرض الإفساد. الغيبة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شارب الخمر: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاح الظاهر وفساد الباطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منصورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقواما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور أيضا الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والويل وادي في جهنم، أعاذنا الله وإياكم منه. ومن الأمور أيضا الفحش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور أيضا ترويع المسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الجمعة أو العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من ترك صلاة العصر حبط عمله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور أيضا المرور أمام المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور أيضا المجاهرة بالمعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستكمل فيها أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.